الإقبال الحين الحمد لله رب العالمين ممتاز، والناس يعني قد ما نقدر احنا نروي الناس هذه الرياضة، لأن أكثر الناس اللي هنا يعني 90% من اللي يزورونا هني ما يعرفون تكون عليهم رياضة جديدة. الشباب يقدرون يشترون الكياك يشيلونه ويودونه وينظفونه، البنات ما يقدرون على ذي الشيء، فالبنية تقول أنا أجره أحسن لي أطلع لي شوي وأرجع. تجربة الكيك من التجارب الجميلة جدا، والأكيد أني راح أعيدها. اليوم خذينا فرة تور كامل على الأفنيوز وبحرين بي، كانت شوي غريبة لأن أول مرة فما أعرف نروح يمين نجد في يمين نروح يسار نجد في يسار نروح يمين، فتعرفين اللي في البداية خذلنا الموضوع نص ساعة نفتر في نفس المكان، يلا عرفنا التكنيكات. أنا جربت نوعين من الكيك، في كيك بوريل مثل السيكل وفي كيك باليد. بالنسبة لي بالريل أحسن لأنه ما يتعب وبس. يعني من الصيد ما أري والله، بس أنا اليوم ما صدنا شيء، يعني اليوم ما كان في شيء، بس الجو يعني كان حلو، يعني شوي حر بس أوكي. اليوم الماي يومياً كانت ثابر، فيعني لو كنا نبي صيد كان دشينا داخل شوية، يمكن في صيد هناك لأن هني رق. وعن الأجواء أوكي، يعني الجو أوكي حلو.